معلش السؤال الثاني، النهي عن التخاتم بالحديد ان هو البدء اهل النار، صحيح ولا ضعيف؟ النهي عن التختم في الحديد بالحديد، بالحديد فيه كلام شوي، إذا أحببت أن تصور أو أن تحلق بحلقة من نار فاقبلها لا يثبت، ودل على ما ذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا لو خاتم من حديد.